تسمية صلحناها من تسمية أخرى.
كان زمان يسموه الراجل العجوز. لا كان الاسم كده صحيح. استوى دكتور يوسف وهبة من اعلام النادي عندنا. اتفضل. اتفضل على فكره دور المسلمين بتختلف في الدرجه الاجتماعيه. ايوه الناس حاضرين وغير حاضرين على درجه الاشمال. فين سلكة يا ولاد الحلال؟ بكم في لقاء جديد متجدد من لقاءات نادي لاينز القاهرة. لقاءنا اليوم كما تعودنا كل عام لقاء له طعم خاص. بيشرفنا اليوم كعادته كل عام قداسة البابا شنودة بطريرك الكرازة المرقسية. وفي الحقيقة قداسة البابا بيكرمنا كل سنة وبيتفضل بقبول دعوتنا انها نقعد نتكلم معاه، فشكرا لك ودائما ولك طولة العمر ونشوفك كل عام بإذن الله. النهاردة بيشرفنا مجموعة من الإخوة العرب. كما تعلمون أمس يوم السبت 24 ويوم الحد يوم 25 كانت القاهرة بتحتضن لقاء أول لقاء عربي لأندية اللاينز، وانتهى اختتام المؤتمر كان أمس. وبيشرفنا النهاردة بعض الوفود اللي مسافرتش امبارح بالليل وحضرت معانا النهاردة. بيشرفنا حاكم منطقة المغرب 416 السيد شريف وزان والسيدة حرم. بشرفنا أيضا حاكم منطقة 414 حاكم تونس السيد وحيد حسين. بشرفنا أيضا السيد محمد الموفق سكرتير منطقة المغرب 416. بشرفنا أيضا بعد سفر حاكم منطقة لبنان والأردن السادة الدكتور عماد عصيران والسيدة حرمه. بشرفنا السيد هاني أبو المنى والسيدة حرمه. بشرفنا أيضا السيد مايك خوري من غير حرم. فلتفضل السادة رؤساء الوفود بتفضل باستلام علم النادي من قداسة البابا السيد مراد شريف وزان حاكم منطقة المغرب. فلتفضل.
بيتفضل أيضا السيد وحيد حسين حاكم منطقة تونس، فليتفضل. بيتفضل عن الوفد اللبناني الدكتور عماد عصيران، فليتفضل. بيشرفنا كعادته دائما أخونا الأكبر الغالي علينا كلنا رئيس شرف النادي الأستاذ عبد العزيز جبر المحامي عضو مجلس الشورى. بتمنى لك الصحة وطول العمر يا أستاذ عبد العزيز. شرفنا أيضا الأستاذ ألفة موسى رئيس نادي الزمالك، وبشرفنا الأستاذ شهير حبيب رئيس نادي الزمالك رجال. وبنرحب بأختنا الغالية الأستاذة نبيلة يوسف. بيشرفنا النهارده ضيف غالي علينا الاستاذ سمير رياض رئيس مجلس اداره شركه مصر للاستثمار السياحي والعقاري، فليتفضل باستلام شاره النادي من قداسه الجامعه. بنرحب بعض السادة الضيوف، زميلي الأخ العزيز رافع الدبوس بيستضيف السيدة حرمه نهيرة الجرحي، الدكتور حلمي يؤنس خليل بيستضيف السيدة حرمه، الأستاذ مجدي أمين والسيدة حرمه بيستضيفوا المحاسبة كاميليا شفيق، الأستاذ رامي بشارة بيستضيف السيدة حرمه، وبيستضيف أيضا الأستاذة أمل عفيفي، وبيستضيف مدام نيفين، وبيستضيف ايضا الاستاذ حسام شعراوي، الاستاذ فايق يعقوب بيستضيف الدكتور فوزي يعقوب، اخونا الغالي الدكتور جمال غوردون بعد غيبه طويله بيستضيف الاستاذ سهير الحسيني، الاستاذ رامي جورج مينا بيستضيف الاستاذ اشرف البير. بشرفنا الدكتور حافظ محمد حافظ وسيده حرم النهارده، الأستاذ دكتور مصطفى أبازة بيستضيف الأستاذ جورج صادق، وبيستضيف أيضا الأستاذ جورج عياد، وبيستضيف أيضا الأستاذ عماد عياد والأستاذ جيهان العزازي. بنمنح شارة النادي النهاردة لأعضاء جدد، يعني في منهم جديد وفي منهم قديم، بس يعني أخيرا اقتنع بالنادي واشترك معنا. بنمنح شارة النادي الأستاذ اللواء مجدي شريف وكيل أول وزراء بمجلس الشعب، تفضل. الأستاذ المحامي رامي بشارة، تفضل. السيدة سهير الحسيني المذيعة بقطاع الأخبار بالتلفزيون. الأستاذة أوزيريس الغزاوي. الأستاذ أوزيريس الغزاوي. واخيرا بنرحب باخونا الغالي اللي دايما بيشرفنا وبنحبه كلنا الانبا بسنتي، وهو دايما بينورنا باستمرار ونتمنى احنا نشوفه باستمرار لان بتوحشنا. وبنرحب بالاخوه من مكتب قداسه الباب. بأترك الميكروفون الآن لزميلي لوينز نبيل بشبيش رئيس النادي ليتفضل بتقديم قداسة البابا وإدارة الحوار. لا أحكيم
الذي تفخر به أسرة نادي لايونز القاهرة وأصبح تقليد ننتظره مسلمين ومسيحيين من أعضاء النادي، يؤكد على معاني عدة. أول هذه المعاني هو تلك الرابطة المقدسة التي تربط أقباط ومسلمي مصر عبر التاريخ الطويل، التي سجلت بحروف من نور تاريخ مصر عقب أكثر من 7 عقود. الإخوة الأعزاء، ضيف شرف هذا اللقاء هو قيمة دينية وقيمة مصرية، وأنا دائما أن يقول أن قداسة البابا شنودة أكثر ما يميزه، بالإضافة إلى البصيرة والثقافة والعلم، هو الوطنية، هو انموذج للوطن المصري المخلص المصري الأصيل. ولقد أصبح هذا اللقاء التقليدي السنوي هو تأكيد سنوي على وحدة جناحي الأمة المصرية، نلتقي فيه بمحبة نحن كمسلمين ونحن كأقباط أعضاء أسرة نادي لاينز القاهرة، نستزيد فيه من العلم الواسع لصاحب القداسة، ونستزيد فيه كل عام بقيمة من القيم التي نتعلمها منه. ندعو له بطول الصحة بطول العمر ومزيد من الصحة، ودائما نلتقي على خير وحب وسلام كل عام. هذه الدعوة من القلب أنقلها لقداسته من كل أعداء النادي مسلمين وأقباط. بشرفنا وعن مودة حقيقية مجموعة من الوفود العربي اللي كان لنا حظ ان احنا نلتقي بيهم في مؤتمر أندية لاينز العربي الثاني الذي عقد في مصر تحت شعار دور أندية لاينز لتنمية مجتمعاتها المحلية. وانا هنا بأكد ان هذه الطاقة من المحبة لابد ان تفعل لتطوير وتنمية مجتمعاتنا. نحن لسنا مجموعة من الطبقة التي تملك وتجلس لتتثقف وتتحاور فقط، ولكن نحن نتثقف ونتحاور من أجل تنمية أوطاننا، ونترجم عطاء الحب إلى قيمة تضاف كقيمة مضافة إلى مجتمعاتنا التي تحتاج منا الكثير. الحقيقة اسمحوا لي باسم كل أسرة نادي لاينز القاهرة أن أدعو أخي الفاضل العزيز الأستاذ الدكتور اللواء نبيل لوقا بباوي نائب رئيس النادي أن يتقدم بدرع نادي لاينز القاهرة إلى قداسة البابا شنودة الثالث. في تقليد احنا عندنا دايما بنستضيف السيدة حرمنا، وده ايجابية بنقول الوفود العربية في مصر دايما كده، وبالتالي عندكم طبعا في الدول العربية نفس التقليد، فانا مرحب بالجميع. وانا الحقيقة اسمحوا لي ان انا مش عايز اخد وقت كثير، لان احنا كلنا منتظرين بكل محبة وشوق ان نستمع الى الحديث الاثير السنوي لصاحب القداسة قداسة البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية.
أنا لغاية ما قدسة البابا ياخد القهوة أنا اسمحوا لي أنا عاوز أقول أخبارنا بسرعة. إحنا كان عندنا مؤتمر لأندية اللاينز العربية وخدنا مجموعة من التوصيات حاططها في الجرائد إن شاء الله خلال العام القادم اللي الأيام القاهرية القادمة. يمكن أهم ملامح هذه التوصيات لأن إحنا أشرنا إلى أهمية تفعيل دور أندية اللاينز العربية لتنمية مجتمعاتها المحلية. أشرنا بتحية خاصة لتجارب أندية اللاينز المحلية المصرية وعلى رأسها أندية السيدات، وتم توجيه تحية خاصة للمرأة المصرية والعربية لدورها الفاعل في العمل الاجتماعي والوطني التنموي. أكدنا فيه على دور الشباب كأندية الليو اللي بنمثل جناح ورافد هام لأندية اللاينز. أكدنا إن شاء الله يبقى لقاءنا القادم إن شاء الله يبقى في المملكة المغربية، وإحنا بنستضيف اليوم حاكم أندية اللاينز في المغرب هيبقى في طنجة العام القادم في شهر مارس القادم إن شاء الله. وإن شاء الله مش هيبقى بس أندية اللاينز العربية، ولكن هتبقى أندية اللاينز العربية وأندية اللاينز في حوض البحر الأبيض المتوسط. إن شاء الله ضيفنا القادم هيبقى الأستاذ الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب. والحقيقة عايزين نتكلم عن صناعة الرياضة والرياضة صناعة. هيشارك إن شاء الله رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ومجموعة من قيادات العمل الشبابي والرياضي المصري. الحقيقة برضك أضيف لأسرة نادي لاينز القاهرة مجموعة من الرموز. والحقيقة إحنا الفترة اللي فاتت يعني أنا برحب ترحيب خاص من ناحية التقنية لأن أنا مصرفي بأخي الأكبر الفاضل أستاذ محمود عبد السلام عمر رئيس اتحاد بنوك مصر، وهو رمز وقيمة مصرفية كبيرة. شرفنا بوجوده معنا كعضو في أسرة نادي لاينز القاهرة اللي بنأكد فيها على كيفية أن نختار القيمة التي تستطيع أن تضيف قيم جديدة وعطاء فعال لأسرة المجتمع المصري اللي احنا بنعمل على خدمته. أيضا الفترة الجاية إن شاء الله احنا بنسعى كنادي لاينز القاهرة ان احنا نتم مشروعين مهمين جدا. المشروع الاول هو انهاء وحدتين، شراء وحدتين فشل كلوي هنضيفهم لمستشفى المنيرة في منطقة السيدة زينب، وهي منطقة فقيرة تحتاج الى عطاء منا. ايضا بنسعى الى ان احنا نبرز ونحدد منهج لينا كأسرة نادي لاينز القاهرة من خلال أن أنا أصدر مجلة دورية تمثل هذا العطاء والثراء اللي بينتج من خلال اجتماعات النادي. وأيضا بننهي تجهيز مقر جديد لنادي لاينز القاهرة، أسعى أن يكون منتدى لجميع أعضاء النادي، وهو إن شاء الله في منطقة وسطية في منطقة في وسط العاصمة القاهرة في منطقة في شارع الشاربي. والحقيقة اسمحوا لي أن أنا أحيي كل الجهود اللي بتبذل سواء في مجال العمل الإنساني من أختي الفاضلة الكبيرة الأستاذة ألفة موسى لإتمام شراء وحدتين الفشل الكلوي، وكل الجهود المخلصة من الأستاذ الدكتور سامح حبيب لإتمام إنجاز مقر نادي لاينز القاهرة ليتناسب مع قيمة وعطاء ودور هذا النادي وفاعلية وثقافة وقيم الأعضاء الحضور الكرام الذين يشرفون هذا اللقاء. آسف للإطالة وأدعو قداسة البابا شنودة الثالث لنستمع إلى حلو حديثه الذي سيتحدث فيه اليوم عن قيمة من القيم التي يحب أن يذكرنا وينيرنا بها. قداسة البابا شنودة الثالث. باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا أحييكم جميعا يا إخوتي، وأحيي نادي اللاينز الذي دعاني لإلقاء كلمة في هذا اليوم،
وأذكر إخوتي الأحباء المحيطين بي، رئيس النادي الأستاذ نبيل البشبيشي، والأستاذ محسن زيدان سكرتير النادي، والدكتور اللواء نبيل لوقا نائب رئيس النادي، والدكتورة محاسن علي حسن أمينة صندوق النادي، والدكتور مصطفى نائب الرئيس. أحييهم جميعا وأشكرهم على هذه الدعوة، وأحب أن أكلمكم في هذا اليوم عن الحق. يعني إيه كلمة الحق؟ أول معنى للحق هو الله، والحق اسم من أسماء الله في الإسلام وفي المسيحية على السواء. إذن الإنسان البعيد عن الحق هو إنسان بعيد عن الله، والإنسان اللي ضد الحق يبقى هو إنسان ضد الله. ده أول معنى من معاني الحق. المعنى الثاني للحق هو الصدق، truth، الصدق. تقول الحق يعني تقول الصدق، وهذا ما يطلب من كل شاهد في المحكمة، أن يقول الحق أي يقول الصدق. ثالث معنى للحق هو ما يستحقه الإنسان، عشان كده تقول حقوق الإنسان، جمع حق، ما يستحقه كل واحد. وعشان كده في المثل يقول يعطي كل ذي حق حقه، يعني ما يستحق نصيب. رابع معنى للحق هو العدل، ولذلك زمان كانت وزارة العدل في أيام نعني وإحنا صغيرين كان يسموها وزارة الحقانية، يعني لأن الحق هو العدل. الإنسان يبقى فير، يبقى عادل. كل دي معاني من معاني الحق. المشكلة أن بعض الناس يبحثوا عن حقوقهم الخاصة ولا يبحثون عن حقوق الآخرين. الإنسان الروحاني طيب القلب النقي من الداخل يهتم بحقوق غيره قبل أن يهتم بحقوق نفسه، ولا يجعل بحثه عن حقه على حساب حقوق الآخرين. زي ما نقول مثلا من جهة الحرية، أنت حر بحيث لا تعتدي على حريات الآخرين ولا على حقوقهم، دي الحرية الحقيقية، وليست الحرية أن يفعل الإنسان ما يشاء غير عابئ بغيره. أيضا حينما نتكلم عن الحق ينبغي أن نتكلم عن كل الحق، وعلى رأي المثل الذي يقول أنصاف الحقائق ليس فيها إنصاف للحقائق. ولذلك في المحكمة يطلب من الشخص أن يقول الحق، كل الحق ولا شيء غير الحق. ليس فقط أن يقول الحق كله، وإنما أيضا لا يخفي شيئا من الحقائق. ربما إخفاء شيء من الحقائق يؤثر على معنى الحقيقة ذاتها.
فلا بد أن الإنسان يقول الحق كل الحق ولا يخفي شيئا من الحقائق. إذا تكلمنا عن الحق بالنسبة لغيرك فينبغي أولا أن تفكر في حق الله بالنسبة إليك. من حقوق الله أن تحفظ وصاياه، ومن حقوق الله إنك لا تنطق باسمه المبارك إلا بكل خشوع، لا تستخدم اسمه في الفرغة والمليانة، وإنما تتكلم بما يليق باسم الله. ومن حقوق الله حق الله في مالك، وهو ما يسمى عند المسلمين بالزكاة وعند المسيحيين بالعشور، وهو الحد الأدنى. يعني إيه الحد الأدنى؟ يعني ما يجيش واحد يعطي عشوره لله وبعدين يقول له يا رب ما بقتش ليك حاجة عندي بعد كده. لو يجي له واحد فقير يقول له لا، حقوق ربنا خدها وانتهت وما فيش زيادة. لا، عندنا في المسيحية يقول كل من سألك فأعطيه، وبيعتبر ان العشور هو الحق الأدنى، يعني لا تقل عنه لكن ممكن ان تزيد. حق الله في مالك هو ايضا حق بيوت الله، وهو ايضا حق الفقراء. في الاسلام يقولوا الفقراء دول عيال الله. عيال الله يعني الذي يعولهم الله. وفي المسيحية يقول من يرحم الفقير يقرض الله، يقرض الرب خالقه. يعني كأنك بتدي قرض لربنا يدهولك في السماء أو يدهولك على الأرض أو يدهولك شخصيا أو يدهولك في أولادك. كل دي حقوق للآخرين، حق الفقير والمسكين والمحتاج. ومن هنا نشأت الجمعيات الخيرية التي تساعد على العناية بهؤلاء المحتاجين، لأن لهم حقا على الجميع. نحن علينا واجبات، لأن كل حق يقابله واجب، فلا يسأل إنسان عن حقه دون أن يقوم بواجباته. أنت تطلب باستمرار إن الوطن يقوم بواجباته من نحوك، وفعلا الوطن عليه واجب تجاه المواطنين الذين يعيشون فيه، ولكن أنت أيضا عليك أن تعطي الوطن حقه، وليس فقط أن تطالبه بواجباته. وحق الوطن عليك أنك تدافع عنه، وحق الوطن عليك أنك تفتخر بانتساب بك إليه، وحق الوطن عليك انك تبذل دمك وحياتك من اجله، وحق الوطن عليك انك لا تسرق الوطن. يعني ايه لا تسرق الوطن؟ كتير من الناس يقولوا انهم حقانيين، لكن لما تيجي حكاية مثلا الضرائب يحاول يهرب من الضرائب. لما تيجي حكاية الجمارك يحاول يهرب من الجمارك، ويفتكر ان دي شطارة، انه قدر يضحك على بتوع الجمارك او قدر يضحك على بتوع الضرائب.
أو قدر يقدم ذمة مالية له وما فيهاش ذمة، لكن اسمها ذمة مالية. من حقك أن يقوم الوطن بواجبه من نحوك، ومن حق الوطن أن تقوم بواجبك من نحوك. وعندما أقول حق الوطن لا أقصد حق الدولة فقط، إنما أقصد أيضا حق كل إنسان في البلد. يعني من حق الوطن عليك إنك تحافظ على سمعة الوطن، فالذي يسيء إلى سمعة بلده يكون مجحفا بحق وطنه عليه. احنا لازم نهتم بحقوق غيرنا ايجابيا وسلبيا. ايجابيا في العطاء، سلبيا في عدم الاعتداء او عدم الايذاء. يعني ما يجيش واحد يخلي عنده مايكروفون بصوت عالي يملى الدنيا ضوضاء ويقول من حقي ان انا استخدم الميكروفون بتاعي. ليه؟ عنده فرح، عنده ليلة سهرانها، حاجة زي كده، ويبقى اللي عايز ينام مش عارف ينام، واللي عايز يذاكر مش عارف يذاكر، واللي عيان وبياخد له قرص منوم يصحيه غصب عنه. هنا تكون هذه الواجبات الاجتماعية جزء من حقوق الآخرين علينا. الواجبات الاجتماعية جزء من حقوق الآخرين علينا. من حق المريض أن تزوره وترفه عنه، ومن حق العائلة اللي عندها ميت انك تروح تعزيها. في حق الجيرة، حق الجيرة انك انت يكون لجارك حق عليك. ساعات ما بناخدش بالنا من دي. انا اسف ان بعض الناس يظنون ان الدين مجرد يصوم ويصلي وخلصت الحكاية على كده، وينسون الواجبات الاجتماعية التي هي من حقوق الآخرين بعدم إيذاء الناس. من حق الوطن عليك انك تحافظ على نظافة البلد، تحافظ على نظافة البلد. قريت النهاردة في الجرائد ان ناس حرقوا القمامة في مكان ما وعمل دخان وعمل هيصة طويلة ازعجت الموجودين، ودي بتتكرر كتير. في انسان يكون راكب عربيته ويركنها في اي مكان وما يفكرش في حقوق الاخرين، ان العربية دي بتمنع غيره او بتقف عائق في الطريق. في بعض البلاد اذا صاحب العربية دي ما شلهاش من مكانه يجي ونش ويشيلها ويرميها حيثما اتفق، يدور عليها ما يلاقهاش يخبر البوليس يغرموها على كده. علينا واجبات من جهة حقوق الآخرين. وأنتم تعرفون أن كل بلاد العالم دلوقتي بتنادي بحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان كثيرة. أول حق للإنسان أنه يحيا، يعيش.
وتاني حق ليه ليس فقط أن يحيا وإنما أيضا أن يحيا حياة كريمة. فنيجي مثلا لجريمة الإجهاض، يعني واحدة مش عايزة الجنين اللي عندها أم تسقطه فيموت، من حق هذا الجنين أنه يعيش، ومن حقه أنه يخرج للحياة، ومن حقه أن يتمتع بالوجود، ولذلك بتبقى جريمة مسألة الإجهاض. نحن في المسيحية لا نسمح بالإجهاض إلا في حالة واحدة، لو كانت الولادة تؤدي إلى موت الأم فيبقى لابد واحد هيموت، الأم اللي هي عايشة والجنين اللي لسه ما طلعش، فبنسمح بالإجهاض لكي تحيا الأم. لكن مش كل أم تقول أنا تعبانة وهيجراله وما يجراله تاخد حجة، لا، يعني طبيب دقيق في حكمه ومتدين ويؤمن بحق الإنسان. حق الإنسان في الحياة منذ أن يكون نطفة في رحم أمه، منذ أن يكون جنينا، مش معناها بعد ما يخرج يبقى لي حق، لا، وهو جوه يبقى لي حق. ولذلك من حق الجنين أن الأم تعتني به، وفي كتب بتطلع دلوقتي عن العناية بالجنين في بطن أمه. الأم اللي بتغضب كتير وبتتنرفز ودمها بيتعكر بتخلي الجنين يتغذى دم متعكر، من حقه أن يتغذى بدم كويس. فلازم الأم تحرص في فترة حملها على حق الجنين في أن يتغذى بدم نقي مفهوش أي شيء من اللي تورثه شيئا ضارا. يعني كل ما يعكر حياة هذا الجنين يبقى ضد حقوقه. ولهذا أبو العلاء المعري قال هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. ولهذا كل أمراض الوراثة ضد حقوق الإنسان، ضد الجنين، مش بس ضد الجنين، بعد ما يكبر برضه ويكون بيقاسي من مرض بالوراثة يقول ده جناه أبي علي أو جنته أمي علي لأنه أخذ حاجة بالوراثة. حق الإنسان في أن يحيا، وحق الإنسان في أن يحيا حياة كريمة. حياة كريمة يعني إيه؟ يعني لا يعيش في فقر، في ذل، في مهانة، في ضياع. هذا واجب الدولة وواجب الشعب أيضا. واجب الشعب إن الأغنياء يساعدون الفقراء على الحياة الكريمة. ولذلك فالأنانية ضد حقوق الآخرين، الأنانية ضد حقوق الآخرين، إن واحد عايز كل حاجة تبقى ليه هو. من حق كل إنسان أيضا الغذاء والدواء والعلم. أستاذنا الدكتور طه حسين كان بيقول العلم ده زي الهواء والماء، من حق كل إنسان. وهو أول واحد لما بقى وزير للتعليم بدأ يمشي في هذه السياسة علشان العلم يبقى لكل واحد، من حق كل واحد إنه يتعلم. ولذلك من واجبنا أن احنا نساعد على تعليم الناس. يعني محو الأمية جزء من حقوق الآخرين.
عشان يعرفوا. الدواء من حقوق الآخرين. يعني كتير أو من البلاد اللي في الخارج فيهم الميديكال انشورنس، التأمين الصحي الطبي، ده من حق عيان لازم الدولة تعالجه. صدقوني أنا ساعات وإحنا بنعتني بالفقراء وبنشوف حكايتهم نلاقي إنسان مطالب بعملية جراحية تكلفه 50,000 أو 70,000 وهو إراده بسيط 500 جنيه 600 جنيه في الشهر. طب ده يعمل إيه في العملية دي؟ من حقه إن الدولة تعالجه، ومن واجب الدولة إنها تعالجه. كيف يمكن هذا؟ مفروض برضو التعاون في هذا الأمر. لذلك البعض كان بينشئ المستوصفات للحاجات البسيطة الصغيرة، لكن العمليات الكبيرة دي يعمل فيها إيه؟ الإنسان محدود الدخل يعمل إيه في عملية جراحية؟ محدود الدخل، يعني يا دوبك اللي فيها يكفيها. طب لو جاله حاجة زي دي يعمل إيه؟ من حق الشاب إنه يتجوز، من حقه يكون له بيت. إذن رعاية الشباب في المساكن وفي تمكينهم من الزواج وفي معالجة البطالة حق من حقوق المجتمع. يعوزنا الوقت إن احنا نتكلم على كل الحقوق، لكن علينا أن نساهم جميعا، نشترك مع الدولة. الدولة ليست لها عصا سحرية تخبطها تطلع فلوس، لا، برضو تحتاج إلى تعاون من الكل. فعلينا كلنا إن احنا نشترك في إسعاد الآخرين. صدقوني إن الإنسان عندما يسعد غيره يشعر بسعادة أكثر له هو. يعني الأم هي بترضع ابنها، ابنها يجد لذة في أن يرضع، والأم تجد لذة في أن ابنها بيرضع منها. أحد الأدباء الروحيين قال كلمة كويسة، قال سقيت شجيرة كوبا من الماء فلم تقدم لي عبارة شكر واحدة ولكنها انتعشت فانتعشت. يعني أول ما لقى الشجرة انتعشت هو انتعش. يعني أنت لما تعطي واحد فقير وتلاقيه انبسط أنت بتنبسط لأنك أسعدت مخلوق. أنت بتنبسط لأنك إيه؟ أسعدت مخلوق. بتاخد لك كم دعوة طيبة برضو ما مدتش بلاش، أخدت تمنها، وجايز الدعوة الطيبة تكون أكتر من الفلوس اللي أنت دفعتها. لهذا كان العطاء حقا نعطيه لغيرنا. الإنسان المعطاء هو إنسان روحي له أجره في السماء وله أجره على الأرض أيضا. إنسان معطاء. كل شخص يجد عنده ما يرضيه. كل إنسان له في قلبه مكان ومكانة، وله في قلبه منزل ومنزلة. يهتم بكل أحد ويحترم كل أحد. من حقوق الآخرين أن نحترم كل واحد. احترامك للكبير واجب عليك، واحترامك للصغير نبل منك.
لكن المفروض تحترم الكل الكبير والصغير. تقول بقى انا احترم الصغير ده، عندما تحترمه تكسب قلبه وهو ايضا يحترمك. مع كل اللي قلناه عن الحق تبقى نقطة أخيرة وهي التنازل عن الحق. التنازل عن الحق ليس واجبا وإنما هو لون من النبل، لون من النبل، وأيضا هو لون من التسامح، وأيضا هو لون من التواضع ومن المحبة. أنت من حقك أن تأخذ حقك من غيرك، واحد يقول لك أخذ حقي بالذوق، أخذ حقي بالعافية، أخذ حقي يعني أخذ حقي، محدش يقول لك لا. لكن حينما تتنازل عن حقك يكون هذا نبلا منك، على رأي المثل العفو عند المقدر. لكن نحن لا نطالب كل أحد أن يتنازل عن حقه، وإلا يبقى نوع من الإرغام أو نوع من الإذلال. كل واحد هو حر، عايز ياخد حقه ياخد، عايز يتنازل يتنازل. يعني افرض عيلة الوالد توفي والموجودين كل واحد بياخد حقه حسب قانون الميراث اللي موجود في الدولة، لكن واحد من الأخوة وجد أن أخا له يحتاج أكتر منه فترك له نصيبه، تنازل عن حقه، ده نبل وحب، لكن لا نرغمه، لكن لا نرغمه. أحب أن أكتفي بهذه الكلمات عن الحق، لأن من حقكم أنكم تستريحوا. الحقيقة دي من التعليم على الضباط عليه صعب، وإن كان هذا الحديث كله شامل أحلى شمل عليه معاني وقيم إنسانية نبيلة. معنى الحق بإسم الله والحق بمعنى الصدق، وما يستحق الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى، وحقوق الله سبحانه وتعالى في المال والخير والعمل الطيب والفكر القائم على كل عنا كل عمل من قبلك، وحقوق الوطن ثم أداب الحقوق. ومعنى كبير هو أن في معاملة كما نقول في الإسلام، ومعنى أيضا كبير إنساني هو حق الحياة الكريمة لكل إنسان، هذا يكون بناء إيه؟ كل إنسان. الحقيقة بعلم وسعة بصيرة تفهمنا إضافات جديدة لمفهوم الحق، وأحلى الختام هو الفكر بالتنازل عن الحق بقيمة وبدون إنسان، وبيزعر وضغط الفضاء بالجمال مش نبل وتواضع وتسامح، ولكن كان مغزى هذا الامر هو الحب، نركز على دعوة الحب ان يديم علينا دائما هذه المحبة. والحقيقة عندي رغبة من كل افضل الناس، لان كل المعاني كلمة دي احنا كل انسان مفروض ان يسعى، وكل المنظمات الاجتماعية المدني ومنظمات العمل المدني هي دور حيوي في كل المجتمعات المتقدمة يجب أن تسعى إليها، وكل منظمات العمل الاجتماعي والخيري من حقها أن تسعى إليها. فالحقيقة
خاص حضرت البابا ما الوعد يقول العمر، وأن نلتقي بحق لنا على عليه بمحبة كل عام لنستفيد من هذا العلم الوفير الكبير يسمعه لي باسم أسرة نادي العين القاهرة. إن أنا أدعو أحد رموز النادي حقيقة بدعو الدكتور وهبة أن يعطي شرف عضوي النادي لقداسة 24. لا 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 ما هو حب المحبة ما فيش زعل. يوسف مرة في الأول بحضور الجميل بيقول هذا صاحب القداسة بابا شنودة كل عام وقداساتكم بخير بمناسبة كل الصوم المقدس، وأنا وكل مسلمي وأقباط نادي العين القاهرة بنقول قداسة بابا كل عام وسيادتك بصحة وخير وكل أقباط مصر بصحة وخير وكل عام وأنتم دائما بخير. وبرضك بقول كل عام ومسلمي مصر بخير، ان احنا يمكن دايما الظروف والمناسبات المقدسه دائما بتتوازى بين المسلمين والمسيحيين في مصر بصفه عامه. ايضا الحقيقه بالمناسبه دي لقرب عيد الاضحى وجايز ما نتقابلش قبل كده اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. عندنا اسئله متنوعه وكثيره والمنصة جالها أسئلة كثيرة وفي ناس طالبين تعليق وكلمة، فأنا هدي اسمحوا لي بديمقراطية جزء للأسئلة اللي جاية لي وجزء للتعقيبات، ولكن أنا هأرجو أن التعقيب لا يزيد عن دقيقتين، واسمحوا لي بمودة ومحبة زي ما متعودين أن أنا هتدخل أزاد عن دقيقتين. نتطرق نتطرق أول جوانب الأسئلة بتقول أن في سؤالين سياسيين، كيف ترون سيادتكم قداستكم ما يجرى في فلسطين بعد وصول شارون للحكم؟ ايضا سؤال اخر، في خطاب نجاحه كرئيس لوزراء اسرائيل ردد السيد شارون عباره من مضمون لداود تقول ان ناديتك يا صهيون انت عيني وليتصق لساني لحنكي، ثم عاد التأكيد بحقوق الشعب الإسرائيلي باعتباره شعب الله المختار. يرجى من نيافتكم التفضل بإلقاء الضوء على هذه الأفكار ومنطقها من الدين والتاريخ. طبعا التوضيح ما يخشش فيه شرط الدقيقتين ده في التعليق بس. حضرتك برضه ده شوف من جهة رأينا في تولي شارون الحكم، أنا دايما رأيي أن اليهود كلهم سياسة واحدة يتفقون في الهدف وإن اختلفوا في الوسيلة أو طريقة التطبيق، يعني كلهم لهم أهداف واحدة بس واحد بينفذ الأهداف بطريقة هادية واحد بينفذها بطريقة عنيفة.
واحد بينفذ بطريقة مباشرة، واحد بينفذ بطريقة ملتوية، لكن أهدافهم واحدة. شارون لا يضرنا، إنما بصراحة كاملة لا يضرنا إلا تفكك العرب. في مثل بيقول لا تلم الأسد إذا أكل الغزال، لكن لم الغزال إذا وضع رأسه في فم الأسد. نحن كدول عربية لنا إمكانيات كثيرة جدا، فلو كنا متحدين غرضا وفكرا وصفا وكل ناحية لا تستطيع إسرائيل إنها تقوى علينا. هي بتنتهز فرصة التفكك لكي تهجم علينا. لو كان العرب متحدين تعمل لهم إسرائيل ألف حساب. دي نقطة. النقطة الثانية اللي هي المزمور اللي بيقول إن نسيتك يا صهيون أو يا أورشليم تنسى يدي تنسى اليمين إلى آخره. عايز أقول إن ما يوجد في المزامير يختص بالعهد القديم ولا علاقة له بأيامنا هذه. يعني زمان كانت أورشليم تمثل آمال الدولة اليهودية. أيام أن كان العالم كله وثنيا، فربنا جعل البلد اللي منها الأنبياء اللي منها إبراهيم وموسى وهارون وأشعياء وزكريا إلى آخره يكونوا موجودين في بلد زي في عزل، علشان لكي لا يختلطوا بالوثنية فتطغى عليهم الوثنية. أما الآن فأصبح الدين ملك للعالم كله. من غير المعقول إن الله ينسى مئات الملايين وآلاف الملايين لكي يتخصص في 3-4-5 مليون من اليهود. مش معقول. زمان كان المؤمن هو اليهودي في العصر الوثني، في عصر عبادة الأصنام. دلوقتي المؤمن كل من يؤمن بالله، ودول بمئات وآلاف الملايين. أصبحت كلمة صهيون رمز وليست شيئا حرفيا. اللي عايز يفهم المزامير لابد أن يفهمها برموزها وليس بحرفيتها. لأن دلوقتي إيه الهدف الإلهي مثلا من أن تتكون دولة يهودية؟ إيه الهدف؟ زمان بيخليهم يكونوا دولة علشان لكي يبعدوا عن العالم الوثني حتى لا يختلطوا به. دلوقتي مفيش وثنية بتهدد، فإيه لازمة وجود؟ مفيش لازمة. يعني الهدف الإلهي بقى في وجود الدين للعالم أجمع، وفي ضياع الوثنية وعبادة الأصنام ما بقاش في هدف من وجود حاجة زي دي. كمان الهيكل مثلا، كان زمان في أيام اليهودية كان الإنسان لكي تغفر خطيته يقدم ذبيحة، على اعتبار أنه كانت أجرة الخطية هي موت، فبيجد حيوان بيموت عنه فداء له. دلوقتي انتفت المسائل دي، ولما جات المسيحية جعلت سبب الغفران هو التوبة وليس مجرد ان واحد يقدم ذبيحة. فافرض واحد قدم ذبيحة وقلبه من جوه تلفان، يبقى استفاد ايه؟
ولذلك قال السيد المسيح في إنجيل لوقا إصحاح 13 آية 3 و5: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. فأصبح مغفرة الله تتوقف على التوبة مش على الذبائح الحيوانية، والذبائح الحيوانية أيضا كانت رموزا. وبعدين نيجي لحكاية الهيكل ونقول حاجة تانية. إذا كانت مغفرة الخطية تكون بالذبائح الحيوانية حسب تعليم العهد القديم وحسب تعليم اليهودية، طب اليهود خطاياهم طول القرون الماضية دي ما اتغفرتش ازاي بقى؟ ازاي وما فيش ذبائح؟ لان ايضا في العهد القديم لم يكن من حقهم ان يقدموا الذبائح في اي مكان، بل في المكان الذي اختاره الله، فلم تكن هناك ذبائح خارج اورشليم. طب دلوقتي عاشوا ازاي بخطاياهم دون ان تغفر طوال القرون الماضية؟ وأيضا كان زمان في حاجة اسمها النار المقدسة التي تأكل الذبيحة، دلوقتي ما فيش النار المقدسة، وكان لابد من الكهنوت الهاروني من أولاد هارون. يعني في مسائل دلوقتي تغيرت، يعني الوضع تغير من وضع ديني إلى بقى وضع سياسي بحت هو اكتساب الأرض. في أي سؤال تاني؟ إذا كان واحد ليه تعليق على الكلام ده. لا لا جاي فهم حاجة على بعض حضرتك. أستاذ الدكتور نبيل لوها تعي المجتمع الخامس اللي هو مجتمع خلق الدنيا اللي كان في اسيا الصغرى، و
وحصل شقاق بين الكنيسة الأرثوذكسية وبطريرك روما في مسألة طبيعة السيد المسيح. فما بقتش المسيحية مسيحية واحدة يحكمها دستور واحد وعملها المسيح بقى في ملتين، الملة الكاثوليكية والملة الأرثوذكسية. بعد كده خرج من عبادة الملة الكاثوليكية الملة البروتستانتية على يد الراهب مارتن لوثر. الجبرية أنا بعد كده أبص ألاقي قسيس أو راهب نابه أو متعمق في الدين يطلع لي من عبادة الكاثوليكية أو يطلع لي من عبادة البروتستانية أو يطلع لي من عبادة البروتستانتية وفي خلال قرنين ثلاثة ألقى 10-12 ملة جديدة. طالما القضية مفتوحة لكل قسيس إن هو يفسر الإنجيل بالضبط، هل نستطيع خلاصة الباب؟ إن إحنا نعود لبداية المسيحية ويجلس زعماء الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة البروتستانتية والكنيسة الكاثوليكية ويتفقوا على مسيحية واحدة تصدرها الإنجيل وعبادة المسيح زي ما كان خلال 500 سنة الأولى في المسيحية بنسبة مسيحية واحدة، بحيث تدوم هذه الصراعات اللي موجودة يعني أو الخلافات اللي موجودة. شكرا. تفضل. المشكلة الدائمة في تكوين المذاهب ليست قائمة في الدين وإنما في طريق تفسير الدين، فحيثما كثر المفسرون مع اختلاف العقلية البشرية والفهم البشري بتتكون المذاهب، ليس فقط في المسيحية وإنما في الإسلام أيضا. لو واحد فيكم يقرأ كتاب الملل والنحل للشهر الثاني يجد عديد من الملل والنحل، في ناس كتير كل واحد بيفسر على كيفه. المسألة ما كانتش مجرد تفسير فقط، نسمع من فضلك وعندي رجاء نسمع من فضلك. تفضلي، عندي رجاء يا ابني بالتليفون معك. رجاء اشكرك. تفضل. المسألة ما بقتش مجرد تفسير للإنجيل وإنما أيضا دخلت فيها السياسة في الدين. يعني إيه السياسة في الدين؟ يعني في ذلك الحين كانت توجد دولة إمبراطورية كبيرة اسمها الإمبراطورية الرومانية، والإمبراطورية الرومانية انقسمت إلى قسمين. الإمبراطورية الرومانية الغربية عاصمتها روما، والإمبراطورية الرومانية الشرقية عاصمتها القسطنطينية اللي هي تركيا اسطنبول دلوقتي. روما بقت عاصمة للإمبراطورية، كيف يمكن أن أسقف روما يتساوى مع أسقف ولاية أخرى زي الإسكندرية مثلا؟ كان أسقف الإسكندرية من أعظم أساقفة العالم وخصوصا في العلوم الدينية واللاهوتية، وكانت جامعة الإسكندرية أو مدرسة الإسكندرية أو مكتبة الإسكندرية لها أهميتها الكبرى. فبدأت فكرة روما إنها تكون مسيطرة على كل الكنائس الأخرى، فكرة سياسية مبنية على أساس سياسي لا هو أساس ديني ولا لاهوتي ولا حاجة أبدا. وبعدين الانقسام اللي حدث في القرن الخامس في مجمع خلق دنيا، دي كانت في آسيا الصغرى ودي بقت الإمبراطورية الرومانية الشرقية.
ووقفت مصر كنيسة الإسكندرية تكافح الضغط الروماني من الشرق ومن الغرب، وكفاية انها قدرت تعيش. بعد كده روما دخلت في مشاكل زي محاكم التفتيش وزي صكوك الغفران، وثار عليها الراهب مارتن لوثر وانقسم وكون البروتستانتية. هل يمكن أن يعود هذا؟ لو استطاعت روما أن تتواضع ويبقى كرسي روما يحكم روما لا يحكم العالم المسيحي كله، الأمر مش سهل. ومع ذلك أنا لما جيت حاولت أن أعمل من أجل الوحدة المسيحية، فزرت الفاتيكان في مايو سنة 1973 في عيد القديس أثناسيوس الإسكندري علشان أجيب رفات القديس أثناسيوس الإسكندري من هناك، يعني أجساد القديسين بتوعنا بقت مصدرة للخارج في العهود بقى الاحتلال بتاع القسطنطينية وبتاع روما. وفي ذلك الحين أبرمنا اتفاقا مع روما، عملنا حاجة اسمها Common Declaration، يعني إعلان عام قلنا فيه النقط اللي نتفق فيها لاهوتيا والنقط اللي نختلف فيها، عملنا Joint Commission لجنة مشتركة عشان تفحص الحاجات دي، وقدرنا نحل بعض أمور وبعض الأمور ما قدرناش نحلها. كذلك أيضا زرت بطريرك القسطنطينية اللي بيسموه البطريرك المسكوني Ecumenical Patriarch، ورد لي الزيارة وبدأنا في تفاهم مع الأرثوذكس اللي من النوع الآخر. أما البروتستانت فهم طوائف عديدة جدا. الطوائف اللي موجودة في مصر، أنا فاكر زمان كان بيرأسهم القس إبراهيم سعيد، وكنا قاعدين مع بعض في لجنة التعليم الديني اللي فيها ناس من كل الكنائس، قال لي لو أنا ما خدتش دكتوراه على البحوث اللاهوتية بتاعته كفاية إن أنا أستاهل دكتوراه على معرفة الخلاف اللي موجودة بين الطوائف البروتستانتية اللي موجودة في مصر. كانوا عدد كبير قوي، وفي أمريكا كل واحد يقدر يعمل له مذهب. ده احنا الارثوذكس والبروتستانت والكاثوليك هم اخف الموجودين. ده طلعت طوائف اخرى مرعبة اصبحنا لا نسميها مسيحيين على الاطلاق، زي مثلا شهود يهوى جيهوفا ويتنسز، دول لا يتفقون مع الايمان المسيحي لكن مع ذلك عندهم كتاب مقدس. الكتاب المقدس ده غير الكتاب المقدس اللي عندنا، بيحوروه بالطريقة بتاعتهم ويسموه The New World Translation of the Holy Scripture، يعني ترجمة العالم الجديد للكتب المقدسة، آخر لخبطة. والسبتيين الأدفنتست ما نقدرش نقول عليهم مسيحيين. احنا في اجتماع مرة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية قلنا لا شهود يهوى ولا السبتيين دول مسيحيين، ومع ذلك تلاقي السبتيين دول لهم في ميدان باب الحديد كنيسة اسمها كنيسة الأقباط الأدفنتست، مش راضين يقولوا السبتيين أحسن يقولوا لهم عندكم مبادئ يهوذ، فجابوا كلمة أدفنتست، وأدفنتست يعني مجيئيين ولهم عقائد في مجيء المسيح، آخر تخريف برضه. دلوقتي كل واحد صاحب فكر بينشر فكر. ده في أمريكا وصل للأمر إنهم عملوا معبد لعبادة الشيطان، هتقول لهم إيه راخ الدور؟ يعني كل واحد صاحب فكر باسم الحرية الفكرية بيطلع له أي مذهب على كيفه. لذلك وجدت مئات المذاهب في أمريكا وفي العالم الغربي،
ده نعمل له ايه؟ على الاقل ان لم نستطع ان نقنع الاخرين فنثبت نحن على وضعنا السليم ويكفي اليوم شر. نحيي الاجابه الحقيقه وحيي السؤال، السؤال جريح الحقيقه. وفي تعليق على سؤال على سؤال دكتورنا فيه، بيقول من الاستاذ نشأت نسيم، بيقول ان سنه 68 سياده الاعضاء ظهرت في كنيسه السيد الاعضاء في الزيتون وهي كنيسه ارثوذكسيه، وهذه الايام ظهرت السيد الاعضاء في اسيوط على كنيسه ارثوذكسيه وبارها كنيسه انجليزيه لكنها بروتستانتيه. عموما في سؤالين لقصه البابا عن متى يكون السفر الى القدس. أنا لي رأي ثابت لم أتزحزح عنه مهما كانت السياسات المدنية، وهذا الرأي الثابت هو الآتي: لا نزور القدس في ظل الاحتلال الإسرائيلي، نمرة اثنين لا يزور الأقباط القدس وحدهم إن لم تكن أيديهم في أيدي المسلمين ويخشوا سوا. المبدأ ده ناديت به من زمان، مع إن في ذلك الحين بعض الأقباط اللي لهم رغبة في زيارة القدس هاجموني وفي الصحف والمجلات، لكن لم أتزعزع إطلاقا وفضلت ثابت على هذا الأمر للآتي. أول حاجة زي ما قلتها، كيف نزور القدس حاليا؟ ما القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي، إذن لما أخذ فيزا أخذ فيزا من إسرائيل، يعني أقدم الباسبور بتاعي للسفير الإسرائيلي وأقول له اديني فيزا، ده بعده مش ممكن هنعمل ده. مش ممكن. لو تكونت لينا دولة فلسطينية في إسرائيل، ليكن في الأراضي المقدسة أقصى، تكونت لينا دولة فلسطينية وجاني مثلا فيزا من ياسر عرفات إن أنا أروح القدس، أروح اسم بزور دولة عربية شقيقة إخوات لينا، لكن نروح في ظل الاحتلال ده أمر ما نقبلوش. دي أول نقطة. تاني نقطة، لما احنا نزور القدس دلوقتي يبقى نوع من التطبيع مع إسرائيل. ازاي نطبع في ظل الاحتلال؟ كلمة تطبيع يعني جعل الأمور طبيعية، وهي مش طبيعية لأن الاحتلال مش وضع طبيعي. يبقى عندنا نوع من التناقض، من الكونتراديكشن، ازاي في تطبيع والأمور مش طبيعية. لما ينتهي الاحتلال نزور. نمرة ثلاثة، إذا زرنا القدس تبقى نهضة سياحية ونهضة اقتصادية لإسرائيل. هم ما قوي يقولوا مرحبا الأرض بتاعتنا والزيارة ليكم، لكن زيارتكم أنتوا لا تمنع ملكيتنا للأرض. فيبقى احنا بنثبت الوضع القائم ونعمل لهم نهضة سياحية ونهضة اقتصادية، وما فيش مانع واحد يروح هناك ويقول وأنا ليه أشتري قميص من المحلة الكبرى، ما أشتري قميص من سان مايكل. الله، هنعمل بقى اقتصاد، ومين قال إن بتاع سان مايكل أحسن من المحل؟ لكن نهضة اقتصادية. وبعدين سبب آخر، إن لو رحنا هناك الناس اللي هيروحوا هيكونوا تحت ضغط إعلامي من الإسرائيليين، يقعدوا يشرحوا لهم إن الفلسطينيين دول وحوش وإن هم اللي بيعتدوا علينا وإحنا مجرد تصرفاتنا دي ردود فعل ليهم، ويعملوا لهم غسيل مخ ويجوا بالمخ المغسول عشان يغسلوا أمخاخ الناس اللي هم. طب إحنا من بالحاجة، الأمور غير طبيعية. وإحنا وأنا يعني بمعونة ربنا مع أخي وصديقي فضيلة الشيخ الأزهر متفقين على هذه الأمور، وتأكدوا أن مش ممكن نروح إلا مع بعض وفي أجواء طبيعية وليس في ظل احتلال. هذا هو فضيلة المرشد.
لم تدين وفاء لم تقول هي سمولي حي ذكرى وروح الأخت الفاضلة الأعضاء ديني هانس راجتين رئيس النادي سيدات لاين جيزة الوفاة الألمانية ويعني أنا بترحم عليها هي كانت صاحبة أيادي جديدة بجميع مجالات العمل الاجتماعي والوطني وأنا بحيي الأستاذة نجوى شويخ بمناسبة جدال نادي سيدات ووقفتنا مع أخونا الغالي الدكتور مصطفى في أباظة وبنقول له يعني تحيات كل أسرة لاين للطيارة الماهر في أباظة وأيضا فضلت بابا شنودة بيمثل هذه التحية للمهندس ماهر في أباظة. الحقيقة عندي ثلاث أسئلة كلهم بيدوروا حوالين قرار النائب العام باستئناف حكم حادث البشر وأنا هسمع بسرعة لفضل بابا في هذا الحكم. النائب العام أصدر قرارا بالطعن بالنقد في الحكم الذي صدر في قضية الكشة وقال في أسباب الطعن بالنقد الثلاث أسباب الآتية التي نشرت في الصحف ولست أقول جديدا إنما بأكررها يعني. قال قصور في التحقيق، فساد في الاستدلال، مخالفة للقانون. في الواقع هذا الحكم قوبل باستياء كبير، الحكم ببراءة كل المتهمين قوبل باستياء كبير في مصر وفي الخارج أيضا، لأن 20 واحد قتيل ويبرأ جميع المتهمين بلا استثناء، أما الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن البسيط فكانت من أجل أن واحد عنده سلاح بدون ترخيص، يعني قصدي أقول ملهاش دخل بجرائم القتل ولا جرائم الحرق ولا جرائم النهب ولا باقي الجرائم. وطبعا قبل أن يقدم المتهمون إلى المحكمة كان الشرطة قامت بتحقيقات والنيابة أيضا قامت بتحقيقات يعني واسعة جدا استمرت شهور، ثم أخذت القضية وطبعا المتهمين اللي سبب براءتهم عند النيابة أطلق سراحهم وقدم 92 متهم برئوا جميعا. ماذا يقول الناس؟ 20 واحد اتقتل، بعضهم اتقتل واتحرق، بعضهم بنت اتقتلت وشوه وجهها، واحد منهم اتقتل على كتف أبيه. كل الحاجات دي وتحقيقات كبيرة للنيابة وفي شهود وغيره ويبقى الكل براءة. يعني أنا لا أحب أن أحكم، دي أمور القضاء وإحنا الأمر مرفوع لمحكمة النقد وهي المحكمة العليا وهي المحكمة اللي هتنظر في كل الأمور دي، لكن عايز أقول الحكم الأولاني قوبل باستغراب وباستياء. طبعا ما لا يوجد هناك تعليق على احكام القضاء، ولكن نحن في مجتمعنا هذا لابد ان نتعود ان نناقش بصراحه جميع قضايانا، وبعتقد ان في مجتمعنا لابد ان يكون هناك مزيد من الشفافيه في كل العلاقات وفي كافه المحافل وخصوصا في مثل هذه المحافل التي تضم المثقفين. اسمحوا لي ان ادعو الدكتور محمد حسن الحناوي للتعليق. تفضل. هو احنا المصريين بنقول لقداستنا بنحيي وطنيتنا، هو احنا المصريين عشان نشمهم بفكره
مستوى كل تاريخ وعقلية الإنسان توابان الحضارات القديمة وبرزناها بتكون إنسان مصري يعني أنا بشوف نمحة دي نمحة مسلمة ولا نمحة مسيحية أو اللي في العيش ده منتج أو الطب ده هشيل المصطلح أو الطريقة الإسلامية ولا هشيل ما أقدرش بيعمل الأستاذ نبيل مش بيشعوذنا في جلساته اليومية إن إحنا بيقولوا ده المثقفين وإحنا عندنا في الطب فات القاعدة بتقول ما فتحتش الفراغ بنفسك على الشارع هيفتح لجوه مش هيفتح على فين هيعمل فينا إيه وإحنا ناس مهمومين من هذا الوطن وبيقول إن مصر مش ملتفت في فترة للخلق تتلى مصطلح ما بقاش يسمعنا الفكرة دي هل انتهت؟ هل احنا نجحنا في انهاء الفتنة اللي تقاطع رمضان ورغبة الكنيسة والفضيلة الكرام أم أن هناك نار تحت الرغبة بتحتاج إلى تعميق فكرنا أكثر وحركة مختلفة أكثر عشان نرجع النسيج لنسيج واحد دون الشوارع؟ هل نحن مكتفون بهذا؟ شكرا لكم. ده تعليق ولا سؤال؟ هو تعليق؟ قلت تعليق ولا سؤال؟ هو استفسار. استفسار؟ لابد أن نعمل. شوفوا لابد أن نعمل. والعمل يكون على مستويات كثيرة. لعل من أنقى هذه المستويات الجمعيات بتاعتكم وأمثالكم من الجمعيات اللي بتجمع مسلمين ومسيحيين والكل بروح واحدة وبينشروا نوع من الوعي. بس يعني بالنسبة لعدد الشعب كله يعتبر قليل. لكن أيضا ينبغي أن يكون في محيط الأسرة وينبغي أن يكون في محيط المدرسة وفي محيط النادي وفي مراكز الشباب وفي الجامعة وفي الجرائد والمجلات والتلفزيون وقنواته. يبقى الكل يتعاون على إيجاد هذه الروح. لكن إذا كانت طائفة قليلة بس تتكلم والباقي بعيد عن الجو ده يبقى الفكر النير مش هيكون له اتساع في المساحة وإنما في مساحة دي. لازم نساعد على إن الجو ده يشمل كل وسائل الإعلام ويشمل أيضا الكلام في المساجد والكلام في الكنائس وفي الجمعيات الخيرية. يعني جو عام كده. إحنا ما كناش كده زمان أبدا. يعني عندي ساعة قصيرة عندي أكثر من سؤال عن سبب تأجيل قداستكم لزياراتكم للزيارة المرتقبة للعراق الشرقي. الإيه؟ للزيارة المرتقبة للعراق. هو في الحقيقة كان مر علينا علي سيادة سفير العراق وقدم لي دعوة لهذا الموضوع وكنا هنروح مجلس كنائس الشرق الأوسط نجتمع في العراق كان مفروض في خلال شهر مارس وأنا أحد رؤساء هذا المجلس ولكن اتأجلت شوية للظروف الصعبة الموجودة حاليا. يعني احنا منتظرين الظروف يعني ايه مجالها تمر لان بصينا لقينا في اعتداءات على العراق. طبعا كلنا لا نوافق على الاعتداء على العراق لكن الجو جو شبه حرب. زيارة بالزيارة بقى دكتور علي عوض بيقول حضرتك وعدتنا بزيارة في وادي نصرون ده مصممين على هذه الوادي. خلاص نتفق فبقالنا سنة بقالنا هتفق مع حضرتك مع نيابتك على موعد حضرتك بابا نتفق على موعد. احنا الوقت في الصيام الكبير وطبعا مش هقدر ادعوكم على فترة صيامي لكن
بعد الصيام الكبير ان شاء الله نشوف معاد. الجميع بيظن ما بقيت انا يعني اسال حضرتك. نعم. الاقي يعني انا بقى انا في الاسبوع راح تعمل اولى بالنادي من دلوقتي بتاخد. نعم. ادينا تليفون يرد عليه. خلاص. بس يرد عليه. لا لا لا. اصل في مايو انا ليا موعد في امريكا لتدشين كنيستين قبطيتين في شيكاغو، ومدعو لإلقاء محاضرة في إحدى الجامعات من الكنيسة الأنجليكانية وبعض حاجات طبية. وفي مايو بس نشوف المواعيد، يعني أحسن نشوف الأجندة ونبص عليها. عندي سؤال من الدكتور اللواء محمد يوسف عضو مجلس النادي، يقول لحضرتك لما تبادر نجاح الأخبار في عضوية مجلس الشعب وأصوات المسلمين في دوائر الويلي والظاهر وشبرا، هل هو يعني أيام سعد زغلول لحضرتك؟ لا شوف ايه، هو نجاح قبطي واحد في الظاهر وقبطي اخر في الويلي معناها نجاح الاقباط في كل الدوائر. ده شوف هقول لك على حاجة، انت عايز الصراحة؟ هقول لكم الصراحة، هقول لكم الصراحة. الصراحة اللي نجح في الويلي منير أمين فخري عبد النور، كان اللي قصاده طلع نبذات ضد المسيحيين لما شبع، وان دول كفر وجنسهم منعتهم، فكانت النتيجة ان المسلمين استاءوا من هذا الامر وبدأوا ينضموا لهذا القبط اللي كان ينجح عشان يضيعوا الروح. ده اللي نجح في الويلي. اما اللي نجح في الظاهر فقال يا ويلي، لانهم قالوا له انت مزدوج الجنسية، وما زالوا يعكروا الجو حواليه، بينما في سبعة اتكلموا عليهم في مزدوجي الجنسية، منهم وزير الانتاج الحربي سيد مشعل. فهل هيقفوا ضد السبعة ولا ضد رامي لكح؟ ايوه هو عضو مليان. ثم نعم المهم دكتور يوسف بطرس غالي برضو نجح بصعوبة بعد الإعادة. في سؤال من الدكتور طبعا بازا بيقول لحضرتك، كانت علاقة سيادتك أو نيابتك بالرئيس الراحل أمر السادات فيها فتور؟ فيها ايه؟ فتور. وعلاقتك بالرئيس مبارك قوية جدا رغم أن سيادتك واحدة في فترة السادات وفترة مبارك. طيب فين المشكلة بقى في هقول لك المشكلة ايه؟ بصراحة شوف، الرئيس مبارك أعصابه أهدأ من السادات، يعني السادات لم يكن يحتمل النقد إطلاقا، ويعتبر أن من ينقده بينقد مصر كلها، بينقد إيه؟ مصر كلها. جه الرئيس مبارك أوجد جوا من الحرية حتى في النشر وفي الجرائد، ويستطيع أي صحفي صغير بينقد أي وزير أو رئيس وزارة، ويعني الناس واخدين راحتهم، والراجل ما بيزعلش. الجو ده ما كانش موجود أيام السادات. الرئيس السادات لعلكم تفتكروا لما جه واحد أمريكاني يكلمه في نقطة معينة، فقال له لولا الديمقراطية اللي عندنا كنت ضربتك بالرصاص. لا دي اتنشأت في الجرايد، والراجل راح هناك امريكا يضرب بالمدافع وهو رايح البحر. دي نقطة. الرئيس مبارك بيقول عندنا ديمقراطية، الرئيس السادات كان بيقول الديمقراطية بتاعتنا لها انياب ومخالب، فالجو مختلف. كمان حاجة تاني، الرئيس السادات لم يختلف فقط مع البابا شنودة، انما مع كل قيادات البلد.
يعني ما اقدرش اقول لكم بالاسماء قدي ده السياسيين بس مجموعة كبيرة، ورجال المحاماة مجموعة كبيرة، ورجال الفكر والصحفيين، وكتير منهم كانوا وزراء سابقين اتسجنوا زي حسين هيكل مثلا وكان وزير نهايته. على كل أحب أن أقول الآتي: أنا لم على الرغم من كل الكلام اللي بقوله ده، أنا لم يحدث في يوم من الأيام أنني هاجمت الرئيس السادات إطلاقا، بل مجلة الكرازة التي أرأس تحريرها والتي تعبر عن رأي الكنيسة ليس فيها عبارة واحدة ضد الرئيس السادات، بل في مواقف اتكلمت كلام في صالحه. وأنا أتذكر حينما تعبنا كتير من الحاجات اللي قامت ضدنا، أنني أرسلت خطابا إلى الرئيس السادات أشكو إليه ما يحدث لنا، وقلت له في هذا الخطاب عبارة بالنص بالحرف الواحد: إننا يا سيادة الرئيس لا نتخذك خصما بل حكما، بنشكو إليه اللي بيحصل لنا. ولو كان الرئيس السادات التفت إلى شكوانا بنوع من الجدية والحزم ما كانش اتقتل، لأن الناس اللي هجمونا وكانوا بيعملوا اللي بيعملوه في الكنائس والمسيحيين هم اللي قتلوه، فلو كان مسكهم ما كانش جرى حاجة، يعني احنا ما كناش ضده، لكن هو كان بيعتبر شكوانا نوع من ضد حكمه، ازاي هو اللي أخذ جائزة السلام وازاي اللي يقال على حكمه ان فيه وفيه وفيه، ده احنا بنشكو لك يا سيادة الرئيس. ادي كل ما في الحكاية، معلش ايام الأستاذ الدكتور حسن علي حسن أمين صندوق النادي بتقول حضرتك: أصدر الفاتيكان قرارا بعد مسؤولية اليهود عن مقتل أو صلب المسيح رغم مخالفة ذلك لكل ما هو موجود في الإنجيل والقرآن، هل يمكن أن يصدر قرار شبه سياسي مخالف للإنجيل والقرآن؟ لا، هو الحكاية الآتي، يعني عشان نقول يكون موقفنا فير من جهة الفاتيكان، لما صدر هذا القرار من الفاتيكان جمعنا اجتماعات كثيرة في مصر وهاجمنا هذا الكلام. لكن اللي حصل ان كاردينال ألماني، اليهود تعبوا ايام هتلر وقاسوا الكثير، فعايزين يرادوهم بأثر رجعي وصلوا الأيام المسيح. طب نصوص الإنجيل واضحة، فهم قالوا الآتي علشان يوضحوا الموقف، قالوا: اليهود اللي كانوا موجودين أيام المسيح غير اليهود اللي موجودين حاليا، فيبقى اليهود الموجودين حاليا أبرياء. فإحنا ردينا بالرد الآتي: اليهود اللي موجودين أيام المسيح قالوا أولا ده مش المسيح، وقالوا عليه إنه هو ضال وإنه هو مضل، وإنه قالوا له: أليس حسنا قلنا إنك سامري وبك شيطان، ولما كان بيخرج الشياطين قالوا له دبع لزبول بيخرج الشياطين، ولما بيلاطس البنطي كان بيحاكمه قالوا له دمه علينا وعلى أولادنا. إذا كان يهود اليوم يعلنون براءتهم، يعلنوا براءتهم من الأحكام اللي قالوها ضد المسيح، إن كان عندهم نفس الفكر يبقى هم مشتركون في خطية أبائهم، ويبقى عبارة دمه علينا وعلى أولادنا منطبقة. ده الإسلام يقف موقفا عكسيا من اليهود. الإسلام بيقول إن المسيح جه، اليهود بيقولوا ما جاش،
ما جاش خالص. وينتظرون مسيحا من نوع شمشون وجدعون وشارون. يقف لحمايتهم سياسيا. اما المسيح الوديع المتواضع القلب ده ما يقبلهوش، هما مش بتوع وداع وتواضع قلب. فالاسلام بيقول المسيح جه، واليهود بيقولوا المسيح ما جاش. الاسلام بيقول المسيح ولد من عذراء، اليهود يقولوا لا ما حصلش، ويحاولوا كلمة عذراء اللي موجودة في سفر أشعياء النبي ترجموها بكلمة فتاة مش عذراء. الإسلام بيقول إن في إنجيل للمسيحيين، اليهود لا يؤمنون بالإنجيل خالص. يبقى إزاي دول تبرئهم من دم المسيح وهم بيقولوا ما فيش مسيح؟ يبقى يبرأهم من دم مين؟ وما بيقولوا ما فيش مسيح، واللي جه مش هو المسيح، اللي جه ده راجل ضال ومضل بهذا النص، كلمة ضال وكلمة مضل. ولذلك حسنا قال السيد المسيح يا أورشليم، أورشليم اللي هي الصهيون، يعني يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. ده اللي قاله المسيح عليه. هم بقى لا يعني لو جم قالوا لنا تبرؤوني من دم المسيح، أقول لهم أنا المسيح، هو المسيح جه، قولوا لي إن المسيح جه وبعدين نتكلم في تبرئتكم. الدكتور انا هحبيع السلام عمر فاطر. نعم قالوا ايه؟ عزير ابن الله. مين عزير؟ ابن الله. يهود بيقولوا عزير ابن الله. قالوها فين دي؟ اليهود بيقولوا دي جت في القرآن. اليهود. انا ما اعرفش، ما عندناش يعني ما جاش في الانجيل. طب انا بقول في سؤال من المغرب الشقيق بيسأل، هل هناك فرق بين الحق في الإسلام والمسيحية؟ نعم. هل هناك فرق بين الحق في الإسلام والمسيحية؟ أستاذ محمد الموفق في المغرب. في إيه؟ الحق بين في الحق، فكرة الحق في الإسلام والمسيحية، هناك فرق في فكرة الحق نفسها. طبعا إذا قال الإسلام إن الحق هو الله وقالت المسيحية إن الحق هو الله يبقى يتفقوا فيديو. لو كان الحق معناها الصدق معناها العدل يبقى بنتفق. أصلا شوفوا إيه المبادئ العامة الروحية ما بنختلفش فيها. عندنا سؤال بمناسبة بقى الكلام في الموضوع ده عن الخلع، رأي حضرتكم في قضية موضوع الخلع من ناحية المسيحية؟ السؤال ده مسيحي؟ السؤال ده باين عليه مسيحي على فكرة. أنا بيقول لكم نكتة نشروها في بعض الجرائد، إن ولد صغير راح لأبوه وقال له يا بابا في المدرسة بيعيروني وبيقولوا لي يا ابن المخلوع. حضرتك الحقيقة في سؤال بيقول لحضرتك من أستاذ سامي الشاذلي، ما هي أبعاد المعنى الروحي للرؤية الصادقة مع واقع الحياة الإنسانية؟ يعني الرؤية الصادقة مقصود يعني يا أستاذ سامي؟ يعني الرؤية في الحلم، يعني تتحقق في الواقع ده يبقى لا شوفوا إيه رؤية الحلم، يعني
حلو. لا أقول لك على حاجة. تفضل. هناك فرق بين كلمة رؤية وكلمة حلم. الحلم يكون في المنام والرؤية تكون في الصحو، عشان كده سموها رؤية. طبعا الرؤية والحلم إما من الله أو من غير الله. الأحلام لها تقريبا أربعة أسباب. في حلم من الأحلام من الله، وجت أمثلة في الإنجيل دي، وجت أمثلة في القرآن برضه، زي الأحلام اللي فسرها يوسف الصديق أو غيره، دي أحلام من الله. وفي أحلام من الشيطان لخداع الإنسان، ده نوع تاني. وفي حلم نتيجة ما ادخر في العقل الباطن من رغبات أو من مناظر تظهر على هيئة أحلام، يقول حاجة موجودة في الباك هيد مختزنة في السب كونشس. دي الحاجات اللي موجودة عن الإنسان، المناظر اللي اختزنها في عقله، الرغبات اللي اختزرها في عقله، القراءات اللي جايز تظهر على هيئة أحلام. في حاجات تانية، نوع من الأحلام بيكون تبرير لحركة من حركات الجسد معينة، يعني تتغطى بحلم. هجيب لكم مثل من الأمثلة حصل معايا وأنا صغير وأنا شاب. كنت ساعدت أنا رئيس تحرير لإحدى المجلات المسيحية ودائم الكتابة والحاجات دي، وعلي عبء كبير إلى أخو. وكنت يعني بطبيعة حياتي وأنا شاب يمكن من 6 صباحا ل12 بالليل في عمل مستمر، وأنام وأنا متعب. فجيت في يوم من الأيام ورايا شغل، فظبطت المنبه على الصبح وأنا تعبان جدا 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 ومرهق ومعيا، وظبطت وضمنت الجرس وكل حاجة مظبوطة. وبعدين نمت وصبحت الصبح ما قمتش في الميعاد، بصيت في المنبه لقيته فضي، فافتكرت بقى ايه اللي حصل. جرس المنبه بيضرب. انا حلمت حلم ان انا قاعد في المجلة بكتب مقالة، وبعدين ضرب جرس التليفون. قلت وبعدين بقى انا مش فاضي، قاعد جرس التليفون يضرب، قلت مش فاضي انا عايز اكمل المقالة اللي انا فيها. وفضل الجرس يضرب، وبعدين في الاخر قلت اقوم اشوف. قمت كان واقف الجرس، التاريخ كان هو الجرس بتاع المنبه، والجسد تعبان مش عارف يقوم، فطلع له حلم من الاحلام يغطي عليها ان هو بيقعد والتليفون وجرس التليفون. كل دي حاجات بالجسد في حالة معينة يعبر عنها بحلم، زي مثلا حكاية الكابوس، بيكون جسد تعبان او مختنق او غيره يتهيأ له مناط. فدل الاربع انواع من الاحلام. اذا كانت احلام من الله يبقى كويس. نعم في الواقع يعني حلمي بيجي خلاص، اذا كانت حاجة من ربنا وتحققت كويس بقى كويس. في سؤال سيارتك بقول لحضرتك، هل قضاة البابا بيوسي بقائمة محددة في انتخابات المجلس الملي؟ نخش في السياسة. شوفوا يا جماعة، هقول لكم على حاجة، هقول لكم على حاجة بصراحة. المجلس الملي يختارون له 24 عضو، أنهي ناخب يقدر يحفظ أسماء 24 من المرشحين؟ لازم يكون محضر قائمة، فبيحضرون. أعضاء المجلس الملي القدامى أو المرشحين بيقعدوا بينهم وبين بعض. لو إن 24 عضو دول منهم 3-4 مناكفين أو متعبين، هتبقى الجلسات كلها صراع بينهم وبين بعض ولا يعملون عملا إيجابيا. لذلك أنا فاكر مرة من المرات قلت
ان لا يشترط فقط في العضو المجلس الملي ان يكون شخصا صالحا، انما انه يكون شخص متفاهم مع بقية الاعضاء، يشتغلوا بالتيم ويرك. هل يعتبر حكرة؟ لا، الناخبون احرار يختارون من يشاءون، ولا يوجد حكم على احد. فلما بيحصل ان في قائمة اعضاء المجلس الملي بينهم بين بعض يتفقوا من المرشحين ويدوا الورق للاشخاص دول، هم غير مقيدين لهم، اللي عايز يختار يختار، واللي عايز يزود يزود، واللي عايز ينقص ينقص، بس ما فيش واحد يقدر في ذاكرته يحتفظ ب 24 اسم يجيبهم منين؟ ده ولا انا. الحقيقه في رغبه مهندسه احلام، وانا مع كل ان احسننا نرى سيادتك او قدرتك دائما في التلفزيون في برنامج ثابت، وانا بدعو بقدره بابا شنوده بطول العمر والصحة، وبقول على موعد ان شاء الله باللقاء في العام القادم، وعلى موعد اللقاء اقرب في وادي نطرون. كل عام وحضراتكم بخير ومناسبة، شكرا الايام المقدسة، كل عام وانتم بخير ومناسبة العيد الاضحى، ونلتقي مع الاستاذ الدكتور علي الدين جلال يوم 19 مارس ان شاء الله. الاخت دي بتاعت انباء الشرق الاوسط، شوف لها معاد على حسب معرفتك بالاجنده بتاعتك. الصوره ان شاء غالبا لما اشوف اروح شيكاغو، مع شيكاغو وكليفلاند في الميدويست هم الاثنين ان شاء الله. انا بس مرات بروح له، هو استاذ في اللسه بيعلم له اللسه، هو بيعلم له ان شاء الله يفوت عليه. لازم تقابل ثروه دمك ما حصلتش يعني. الصورة تطلع ما تكونش انا
تفضل يا فندم.